حيث الإيرانيون كانوا اليوم على موعد مع نظرة الوداع لعلي أكبر هاشمي رفسنجاني الذي توفي بالأمس بعد أن حفر اسمه في تاريخ المشهد السياسي الإيراني طيلة العقود الماضية. رفسنجاني كان قد تقلد عددا كبيرا من المناصب خلال مسيرته السياسية، اشتهر بقناعاته البراغماتية وسعيه الحثيث للانفتاح بصورة أكبر على الغرب. هو التوجه الذي وضعه في صدام مع تيار واسع في إيران كان أكثر ميلا نحو التشدد في العلاقة مع الدول الغربية خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن إلى أي مدى يشكل رحيل رفسنجاني خسارة لما يوصف بالتيار المعتدل في إيران؟ إيران في حالة حداد بعد رحيل رئيسها السابق وأحد عمالقة العمل السياسي علي أكبر هاشمي رفسنجاني. المعزين كثر من رئيس البلاد إلى المارة في الشوارع، الجميع قدم التعازي في وفاة رفسنجاني الذي رحل يوم الأحد عن عمر ناهز 82 عاما. الرئيس روحاني وأعضاء من حكومته زاروا المسجد شمال طهران الذي أخذت إليه جثمان رفسنجاني لتقديم واجب العزاء. أشاد روحاني بحليفه وصديقه الراحل. حتى آخر لحظة في حياته كان يظهر بشجاعة وألمعية المسار الصحيح للشعب والشباب. كانت لديه أمنيات كثيرة لشرف هذا البلد ومجد النظام الحاكم والثورة، ونأمل جميعا السير على خطاه. علامة الصدمة والحزن كانت واضحة على وجوه الكثيرين من أسرته ورفاقه السياسيين وغيرهم. لقد فقدنا واحدا من أعظم أركان الثورة، صديق للإمام الخميني. أعتقد أن وجود المرشد الأعلى وحكومة الرئيس روحاني بالإضافة إلى الإرث الفكري والأيديولوجية المعتدلة التي تركها رفسنجاني سيعطي مصدر إلهام لمستقبلنا. وقد امتلأت الصفحات الأولى للجرائد الإيرانية بصور الرئيس الراحل في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة 3 أيام للحداد الوطني. من جانبه أشاد المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي برفسنجاني قائلا: رغم اختلافاتنا فإن خسارة رفيق نضالي أمر عسير. كما توالت التعازي من حول العالم، لا سيما من بعض دول الشرق الأوسط والولايات المتحدة، التي وصفت رفسنجاني بالشخصية البارزة على مر التاريخ الإيراني. كان رفسنجاني من أهم رموز الانفتاح والبراغماتية في إيران، لعب كذلك دورا رئيسيا في ثورة 1979. في الوقت نفسه كان مقربا من آية الله علي خامنئي، لكن ولاءاته السياسية تحولت في وقت لاحق للإصلاحيين. مراسم جنازة ودفن رفسنجاني ستجرى يوم الثلاثاء. كريم جهري، BBC. ينضم إلينا من القاهرة الأستاذ بشير عبد الفتاح، الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أستاذ بشير، أهلا وسهلا. في الواقع هناك طريقان للحديث عن رفسنجاني. أنا سأبدأ بالأقرب أو الأسهل، بالصورة المتعرف عليها لرفسنجاني، وهو وجه الانفتاح على الغرب، الوجه الأكثر تسامحا مع التيار الإصلاحي. كيف يمكن البدء بالحديث عن رفسنجاني أستاذ بشير؟ دعينا رشا نميز ما بين التوجه البراغماتي لرفسنجاني على صعيد السياسة الخارجية وتوجهه الإصلاحي فيما يخص السياسة الداخلية. على صعيد السياسة الخارجية كان رفسنجاني أكثر براغماتية مما توقع الكثيرون، وبدأ نهجه منذ أن تولى قيادة القوات المسلحة الإيرانية، حيث أقنع الإمام الخميني بضرورة وقف هذه الحرب في العام 1989 والموافقة على قرار الأمم المتحدة بهذا الصدد. أيضا قبل ذلك كان الرجل براغماتيا للغاية حينما تورط في إيران كونترا أو إيران جيت، حينما استطاع أن يحصل على أن يتفاوض مع الأمريكيين مع إدارة الرئيس رونالد ريغان والحصول على أسلحة أمريكية في مواجهة العراق آنذاك ويكسر حاجز العداء للولايات المتحدة الأمريكية. وكان دائما يحاول مد خيوط التواصل سواء مع الغرب بما فيه الولايات المتحدة من جهة أو حتى الدول العربية، حينما زار المملكة العربية السعودية على سبيل المثال، وكان يستقبل سفراء دول مجلس التعاون الخليجي حتى في بيته. أما فيما يخص السياسة الداخلية يسند إلى الرجل أو يعرف الرجل
يقول بأنه مؤسس تيار الاعتدال والإصلاح في إيران، وقد دعم محمد خاتمي في تسعينيات القرن الماضي للوصول إلى الرئاسة، وكذلك دعم روحاني قبل سنوات في الوصول إلى منصب الرئاسة أيضا، وتولى كافة المناصب السياسية في إيران تقريبا باستثناء منصب المرشد الذي قيل إنه كان مرشحا له. لكن في نهاية المطاف لم يتخذ رفسنجاني إجراءات فعلية حقيقية على طريق الإصلاح أو التغيير في إيران، وكان دائما يكتفي بتصريحات نارية في الوقت الضائع، بمعنى أنه قبل وفاته بأشهر أو أسابيع قلائل أطلق تصريح بأنه كان يتطلع إلى تغيير أو تعديل الدستور الإيراني. كان يقول إن خامنئي صحته تتراجع، وبالتالي لابد من مناقشة أمر الخلافة السياسية والدينية له، ولابد من تأسيس مجلس قيادي كبديل عن منصب المرشد. لكن حينما كان في قلب السلطة، كان رئيسا لولايتين، وكان رئيسا للبرلمان، وكان رئيسا لمجلس الخبراء الذي يختار المرشد، لكنه في هذه المناصب جميعا لم يحاول إدخال تعديلات حقيقية تدفع باتجاه الإصلاح في إيران أو نحو لبرالة النظام السياسي الإيراني. ومن ثم كانت براغماتية الرجل أكثر في السياسة الخارجية عنها في السياسة الداخلية. نعم، هناك مرحلة مبكرة عن هذا الأمر بعض الشيء أستاذ بشير، المرحلة التي اتهم فيها هاشمي رفسنجاني في بداية حياته على ما أتذكر بأنه منضم إلى تيار أو مجموعة يسارية إرهابية في إيران، وفي الواقع هذا هو ما بدأ به حياته رفسنجاني وقاده في السياسة الخارجية بعد ذلك إلى ما سمي بفضيحة إيران جيت، حينما حصل على أو يعني شاع في إيران أنه حصل على تسليح إسرائيلي لإيران. كيف يمكن عنوانة هذه الحقبة في إيران في سياساتها الخارجية؟ ربما أظهر ذلك مدى براغماتية النظام الإيراني، وأن ما كان يقال عن حصار السفارة الأمريكية والصدام والشيطان الأكبر وكل هذه الأمور كانت هذه فضيحة مزلزلة، ليس فقط داخل إيران وإنما في الولايات المتحدة الأمريكية والمفاوضات التي جرت بهذا الخصوص في الجانبين. يعني في اعتقادي أن هذا أظهر الوجه البراغماتي الواضح للثورة الإيرانية وقت ذاك، نتيجة لقرب رفسنجاني الشديد من الإمام الخميني. حتى قبل الثورة الإسلامية في العام 1979 كان قريبا منه للغاية، واستقبله حينما جاء من فرنسا، وكان بمثابة ذراعه الأيمن، وكان له دور في استقدام خامنئي ليكون خليفة له، وحسم الصراع ما بين خامنئي ومنتظري لمصلحة خامنئي. كل ذلك يعني عزز من قوة شوكة هذا الرجل حتى استطاع أن يتجاوز تلك المحنة. هو برر ذلك بأن ذلك من أجل مصلحة إيران، وأنه ما فعل ذلك إلا من أجل مصالح الوطنية والحفاظ على الثورة، لأنه كان يسمى بعقل الثورة. هو أيضا طرح فكرة التطور السياسي الداخلي بما يخدم توجهات الثورة الإيرانية واستبقاء هذه الثورة. لذلك حينما نتحدث عن أنه كان رجلا إصلاحيا يدفع باتجاه التغيير، أعتقد أن هذا القول ينطوي على مبالغة، لأن التيار الإصلاحي أصلا نشأ من رحم التيار الأصولي المحافظ المتشدد، ولا يوجد في إيران ما يسمى بالإصلاحيين، لأنه لا توجد معارضة سياسية في إيران. المعارضة هي خارج إيران، بينما التيار الإصلاحي هو نسخة أكثر مرونة بعض الشيء من التيار المحافظ الأصلي. الذي يحاول استبقاء الثورة بتكييفها وإكسابها شيء من المرونة حتى تستطيع أن تتحدى تطورات الزمن. نعم، انضم إلى حضرتك معنا في هذا النقاش عبر الهاتف من طهران المحلل السياسي الأستاذ عماد أبشناز. أستاذ عماد، ثلاث انتخابات رئاسية إذا لم أكن مخطئة أثرت في حياة رفسنجاني وفي حياة الشعب الإيراني في الحقبة الحديثة، 89، 93 و2005. 89 فاز فيها بأغلبية ساحقة بالانتخابات الرئاسية، 93 فاز فيها يعني بأغلبية أقل بكثير من تلك الأولى، وبعدين 2005 خسر أمام الرئيس الإيراني أحمدي نجاد. كيف يمكن أن نقرأ هذه الانتخابات الثلاث؟ تحياتي لك ومشاهدينا الكرام. بالنسبة لهذه المواضيع، يعني يجب علينا أن نرجع إلى الظروف السياسية التي كانت موجودة في ذلك الحين. يعني بعد أن وصل السيد خاتمي إلى رئاسة الجمهورية وسيطر الإصلاحيون على الحكم، أول هدف لهم كان إخصاء السيد رفسنجاني من الحكم وضربه، وقامت الصحف الإصلاحية والكتاب الإصلاحيين بدأوا هجوما عنيفا ضد هاشمي رفسنجاني وعائلته، إذ أن تفكرات هاشمي رفسنجاني في الواقع ما يعرف اليوم
في المحافظين والإصلاحيين في إيران هو سببه أن هاشمي رفسنجاني كان هو ضمن الاتجاه الذي يعني يفكر بفتح السوق الإيرانية، لأنه هو نفساً هو شخصياً كان تاجراً، والمحافظين عموماً هم من تجار البازار، ولهذا كانوا يريدون الانفتاح التجاري، في حين أن الإصلاحيين كانوا من اليسار الإيراني وكانوا يميلون إلى التفكر الاشتراكي مثل السيد موسوي عندما كان رئيس وزراء وغيرهم. وعندما وصل السيد رفسنجاني إلى الحكم في دورتين هو حاول تغيير صبغة الاقتصاد الإيراني والتحول إلى الاقتصاد الرأسمالي والاقتصاد الحر. وعندما رجع الإصلاحيون إلى الحكم أيام حكم السيد خاتمي بدأوا بالتهجم على السيد رفسنجاني، لأنه قام بتغيير جميع الأصول في الاقتصاد الإيراني، واتهموه وهو وعائلته بالرأسمالية والبرجوازية وغيرهم، وهذا ما تسبب في إذا ما أردنا أن نقول تحطيم صورة رفسنجاني ولكن سيد أبشماز باختصار أكثر لو سمحت، على الرغم من ذلك في حقبة حكمه وعلى الرغم مما وصف بانفتاح اقتصادي انفتاح ثقافي اعتذر، الا انه انتقد كثيرا في حكمه في التسعينيات من القرن الماضي لانه سجل حكمه في حقوق الانسان مثلا لم يكن جيدا، ومورس في عهده الكثير من القمع في مجال حقوق الانسان، وتم يعني قمع ووأد الكثير من التظاهرات مثلا والكثير من الاحتجاجات في التسعينيات خصوصا، على الرغم من انه هو نفسه كان يشجع على الاحتجاج حتى السنوات الاخيره في يعني عهد الرئيسين الحالي والسابق. يعني في الواقع ان السيد رفسنجاني كان يعني في بعض الاحيان الحكام مضطرون لاتخاذ مواقف في بعض الاحيان توصف انها ليست مع مواضيع حقوق الإنسان أو حقوق البشر، ولكن إذا لا يتخذوا هذه الإجراءات فإنهم لن يستطيعوا أن يحكموا بقوة، وهذا يحصل في العديد من الدول، وهذا ما حصل مع رفسنجاني. يعني لو كانت الجهات المقابلة هي التي تحكم لفعلت نفس الشيء بالسيد رفسنجاني أو بأعوان رفسنجاني. يعني المسألة هي مسألة معارضة للطرف الآخر وليست مسألة مبدأ تجاه سياسات سيئة مثلا. الموضوع ليس فقط موضوع معارضة، يعني في تلك الأيام يعني في بدايات الثورة كانت إيران تواجه صراعا داخليا على من يسيطر على الحكم، وكانت هناك صراعات بين الأجنحة السياسية المختلفة. كانت الأجنحة السياسية تحاول حذف بعضها البعض بشكل فيزيكي، يعني ليس بشكل سياسي، وكانت هناك حتى حروب داخلية يعني وحروب عسكرية وصدامات عسكرية في الداخل الإيراني، وكان مضطر الذي يريد أن يحكم أن يحذف الباقي من الساحة بشكل عسكري، يعني لا وأني وليس بشكل سياسي. طيب. وعلى هذا الأساس طبعا السيد رفسنجاني وأعوانه دخلوا الصراع في مع المنظمات الأخرى. كان لدينا منظمات مثل منظمة مجاهدي خلق، الشيوعيين مثل مفهوم وغيرهم الذين كانوا منظمات مسلحة. طيب. وكانوا يريدون أن يسيطروا على القوة على السلطة بالقوة، ولهذا فكان عليهم أن أنا فهمت أنه هناك صراع في الأجنحة، ولكن أنا أعود إلى الأستاذ بشير لاستطلاع نقطة أخرى كان هو ذهب إليها. أستاذ بشير، حضرتك كنت تتحدث عن مجلس صيانة الدستور، وإذا تغطينا مرحلة 2005 وقفزنا عليها لمرحلة 2013،
مجلس صيانة الدستور قرر إقصاء رفسنجاني في هذا العام من الترشح للانتخابات الرئاسية، لكن هو ظل يدعم ترشح الإصلاحي كما ذكرت المعتاد حسن روحاني للرئاسة في عام 2014 في الانتخابات الأخيرة، وكان مؤيد قوي للاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع قوة 5+1. على الرغم من ذلك هذا الاتفاق أدى إلى طبعا رفع العقوبات عن إيران، لكن ظل هناك قدر من محاولة طمس وجود رفسنجاني عن المشهد السياسي خشية عودته إلى الانتخابات القادمة. تعتقد أنه هناك خلفاء لرفسنجاني على الساحة الآن يمكنهم أن ينافسوا روحاني في الانتخابات القادمة؟ يعني أعتقد أنه محاولة حصار رفسنجاني هو مصير مشابه إلى حد كبير إلى ما تعرض له آية الله منتظري الذي كان أول من أظهر المعارضة لمواقف عديدة من رجال الحوزة الدينية من خلال تغول الأجهزة الأمنية، القمع، انتهاك حقوق الإنسان، حتى مسألة ولاية الفقيه كان له فيها رأي، ومع ذلك انقلب عليه رفسنجاني. أعتقد أنه برحيل رفسنجاني الساحة الإيرانية ربما تخلو. صحيح أن محمد خاتمي ولا زالت هناك بعض الشخصيات التي يمكن أن تقدم نفسها على أنها رواد أو على أنهم رواد للتيار الإصلاحي في إيران، لكن رفسنجاني كان له ثقل كبير جدا لأنه أولا من رجالات الثورة الأوائل الذين صنعوا الثورة الإسلامية، إضافة إلى علاقته الشخصية بالخميني لأن الخميني كان شخصية محورية ومركزية للغاية، وربما كان أحد مصادر شرعية الساسة سواء كانوا في التيار المحافظ أو الإصلاحي بعد ذلك، أحد مصادر شرعيتهم مدى القرب من الإمام الخميني أو آية الله الخميني قبل ذلك. لكن أعتقد حينما نتحدث عن أجيال جديدة ربما قد يكونوا شاركوا في حصار السفارة الأمريكية على سبيل المثال ويعتبرون ذلك أحد مصادر الشرعية، لكن مسألة القرب من الإمام الخميني والاتصال به قد تتلاشى في قادم الأيام بحكم اعتبارات الزمن، لذلك ربما تفتقر الساحة السياسية الإيرانية لشخصية بوزن رفسنجاني الذي تقلد كافة المناصب السياسية تقريبا، رئاسة البرلمان، وزارة الداخلية كأول وزير داخلية بعد الثورة، قيادة الجيش، الرئاسة، مجلس الخبراء. صحيح. يعني لم يترك منصبا سياسيا إلا وتقلده باستثناء المرشد. نعم. أنا أشكر حضرتك. أشكر حضرتك أستاذ بشير، أنا أعتذر لأنه يعني وقتنا داهمنا. أستاذ بشير عبد الفتاح الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لحضرتك وعلى غزارة المعلومات طبعا، وعبر الهاتف من طهران المحلل السياسي الأستاذ عماد أبشناز، أشكركما شكرا جزيلا.